وبعد تأكيدات من قبل وفد وزاري على ضرورة استكمال شارع البلاج والمنطقة المحيطة به في حي القادسية وسط قضاء تكريت، أكد قائم مقام القضاء عمر الشنداح إنجاز مشروع مجاري القادسية داخل الحي والبدء بأعمال تعديل المساحات الترابية في الطرق وتأهيل الأرصفة. وبين الشنداح المباشرة بتعديل بعض الأراضي المخصصة للموظفين بحي الكفاءات عبر رفع الأنقاض منها وتسويتها من أجل بدء أصحابها بناء منازلهم. استمر فريق الهندسي والخدمي تابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع محافظة صلاح الدين وبإشراف من السيد محافظ صلاح الدين في أعمال تطوير حي القادسية وبالتحديد منطقة شارع البلاج المكتملة من مشروع المجاري، حيث تم تشخيص هذه المنطقة من قبل الوفد الوزاري اللي زار محافظة صلاح الدين أثر زيارة السيد رئيس الوزراء، وأشار إلى ضرورة إكمال تبليط هذه المنطقة خصوصا بعد اكتمال أعمال مجاري فيها. اليوم العمل في عدة شوارع في هذه المنطقة، الشوارع الآن مكتملة من مجموعة شوارع، سيتم خلال الأيام المقبلة يعني بناء أو مباشرة ببناء الأرصفة في هذه الشوارع. كما تشاهدون الأعمال الترابية لهذه الشوارع قد اكتملت، بالإضافة إلى الأعمال مد خطوط الماء التي ستكون أيضا يعني مستحدثة في هذه الأحياء أيضا لأجل إكمال متطلبات العمل، لأجل تلافي أي مشاكل قد تحدث في المستقبل نتيجة يعني أي خلل في شبكة الماء في هذه المنطقة، لأجل أن يكون المشروع متكامل. بالإضافة إلى تعاون الجهد أيضا في قضاء تكريت اليوم في تعديل مجموعة كبيرة من الأراضي المخصصة للمواطنين في منطقة الكفاءات أو بالتحديد للموظفين في منطقة الكفاءات، حيث كان المواطنين يعني غير قادرين على رفع هذه الأنقاض والمباشرة ببناء منازلهم. قبل قليل كنا في ذلك الموقع وتحديد هذه الأراضي، والآن فيها عمل لأجل فتح الشوارع الرئيسية ورفع الأنقاض عن هذه القطع المواطنين، وبالتالي لتسهيل بناء المواطنين لهذه المساكن. شكرنا وتقديرنا للجهد الهندسي والفني والخدمي المرافق لعملنا في مركز المحافظة.